احنا عندنا حل يا لازم استاذه، يكون طبعا الحاجات المصرية دي لازم يكون في سرعة تقاضي، استاذه لازم احنا يكون عندنا لو في حل. احنا ما عندناش مانع تاخد قرار بشكل اسرع. ما عندناش مانع من تطوير الدوله وما عندناش مانع من اي مبالغ ونزود ايجارات، ما فيش بس مشاكل، وما عندناش مانع ان هم يعلوا سعر الايجار. لا لا لا، مفيش، بس طبعا في حدود المستطاع، في حدود المستطاع، في حدود المستطاع. طيب، ودي استغاثتنا لسياده الرئيس. بس طلباتكم الاخيره وقف تنفيذ القرار لحين ما يشوفوا لنا حلول، يشكلوا بديل. لجنه أي بديل يشوفوا الكلام ده مظبوط ولا لا. هل لو خدوا منكم المحلات وادوكم محلات في مناطق اخرى ده يكون مجزي بالنسبه لكم؟ طب ادينا الاول، متغمر ده الاول، مفيش، ما عندناش اماكن، متغمر ده ما فيهاش، واحنا نقول ماشي، مش عايزين، مش عايزين نقعد. هيودي فين 425؟ في مكان قريب مثلا، مفيش، متغمر ده يا فندم، متغمر محكومه بميه، بحرين، كوبريين، اه بحرين كده، شبه جزيره. انا محتاجه اسمع منهم شويه. قولي اتفضل حضرتك. متغمر محكومه بين البحرين، يعني تعتبر شبه جزيره، فمقفوله، املاكها صغيره مش كبيره لان المساحه بتاعتها مش واسعه، لان بين الكوبري ده والكوبري ده حوالي من 2 كيلو، فما فيش اماكن اللي احنا ناخد، او لو الدوله تدينا ما فيش اماكن بديله. لو في اماكن الدوله مش مالكه، يعني المحلات دي كلها على مساحه 2 كيلو، شريط واحد كده. طيب انا يعني ما فيش اي مكان، اماكن ثانيه ممكن تاخدوها؟ لا ما اظنش. لا لا، ما فيش في البلد، ولا حتى تعرض عليكم؟ هو اصلا ما حدش عرض ان احنا نجيب لكم محلات اخرى، يعني ما حدش عرض عليكم حاجه زي كده؟ لا لا لا، يدوس واغلب المحلات دي اخرج من هنا. اغلب المحلات دي فيها جميع المهن، فيها المطاعم، فيها الورشه، الورش فيها تجاره الجمله، فيها تجاره التجزئه، كل ما تتخيليه، فيها بتاع الذره، فيها كل ما تتخيليه. سيادتك، هي عايز تقول يعني ان ميت غمر قايمه على المحلات دي؟ يعني مفيش محلات غيرها؟ طبعا هي المحلات دي، يعني ده السوق مثلا بتاع ميت غمر؟ جزء كبير، جزء كبير من المحلات، بؤره، لان المواقع دي استراتيجيه في البلد. المكان ده استراتيجي، اللي هو رابط بين المركز بالكره. يعني لان المحل مدخل البلد، ده مدخل البلد، متغمر. ايوه ما انا عارفه، ما هو على كل سكه متغمر، دي وسط 70 قريه محلات كتير كده، وبتصب فيها كوره، بتصب كل الاماكن دي كلها، ومتغمر حيويه، مش طيب مش أنا فهم. وفي اسر كتير، وفي ناس يعني واخدين مؤهلات. يعني انتوا كل اللي بتطالبوا بيه دلوقتي ان انتوا توقفوا قرار الازاله، قرار الازاله لحين قرار الازاله لحد ما نشوف حلول، نشوف حلول بس لينا بس. طيب مين اللي في ايده يوقف قرار الازاله؟ رئيس الهيئه. طب احنا يا جماعه حاولنا نلتمس الاستغاثه دي يا استاذه من رئيس الجمهوريه، مش من رئيس الهيئه، من الاب الكبير، الرئيس السيسي بتاعنا. هو ما هو مش كل حاجه، في مش كل حاجه هنقول عايزين رئيس الجمهوريه، في اجهزه تنفيذيه مسؤوله عن الكلام ده، والمفروض ان هي اللي تاخد قرارات سريعه فيها. عمر ما رئيس الجمهوريه هيعجبه الكلام ده، عمره ما هيعجبه. طيب احنا مع الدوله والسياسه، يعني احنا بنطالب دلوقتي رئيس هيئه السكه الحديد ان انت توقف قرار الازاله من فضل حضرتك لحد ما نشوف الناس دي هتعمل ايه. يعني المفروض في 2500 اسره هيتشردوا، فرئيس هيئه السكه الحديد ارجوك، محتاج الناس دي محتاجه تقعد تتكلم معاك، شوفهم ممكن توصلوا لحلول وسطى ازاي. لا محلات بديله، ما هتاخدوا محلات بديله فين؟ طيب لو في اماكن مسموح بيها ماشي، انما ما فيش. ما انا اعتقدش، احنا ما عندناش مانع في اي حاجه، هم ما عرضوش اصلا. طيب احنا وجهنا المناشده، احنا وجهنا المناشده، واتمنى ان انا اسمع من حضرتك رد قريب، والرد اللي حضرتك هترده احنا هنقوله فورا، فاتمنى ان احنا يكون الموضوع ده يتحل سريعا، لان ده مصير 2500 اسره، اكيد حاجه مش هينه ابدا. اشغالكم وشايفه كمان يعني محلات الصناعات مختلفه، يعني في كاوتش وفي كوافير وفي محاماه، هتلاقي فيه اسواق مختلفه بقى، انواع مختلفه، ولما بيوت كتير، ولما وبتصرف على ناس كتير، سيارات، حاجات كتير اكيد، ورش، فمحتاجين اكيد حل جذري فيها وسريع يكون اهم حاجه. وطبعا سرعه التقاضي دي احنا دايما بنقول طول الوقت المفروض ان يكون في سرعه اكتر من كده في القواضي، ولكن دي حاجه خارج ارادتنا وايدنا حاليا. انا بشكركم جدا، نورتوني، واتمنى ان يكون في رد سريع للموضوع ده، ولو في رد ارجوكم تبلغوني بيه عشان انا كمان اطلع اقول الفقره جابت نتيجه ايه. ان شاء الله. بشكركم جدا، شكرا، نورتوني.